عندنا النهارده خلية النحل، وعندنا عجينة المايونيز، العجينة السحرية الحمد لله ما حدش جربها وما عجبتهوش. هنقول مقاديرها وتقدري تستخدميها حلو حادق في أي حاجة أنت تتخيليها، هتطلع معاكي 10 على 10. بينا نقول المقادير. عندنا 6 كوبايات من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدام هننخله كويس جدا. 6 كوبايات دقيق، هنحتاج لهم 6 معالق حليب بودر، 6 معالق كبار من المايونيز، معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح، وعندنا كمان كوباية زبادي بالكوب المعياري، وكوباية مية دافية برضو بالكوب المعياري، وهنخليها آخر حاجة معانا نلم بيها العجينة ونحط حبة بحبة لغاية ما العجينة تطلع معانا عجينة لينة وما بتلزقش في الإيد. دي المقادير. والنهاردة بقى هنحشيها، هنعمل بيها خلية نحل، وهنحشيها بعجينة البرجر اللي احنا عملناها، كورناها كور صغيرة زي ما انتم شايفين كده، هي هياها نفس عجينة البرجر اللي احنا عملناها، بس كورناها كور صغيرة خالص، وسويناها برضو في الطاسة معلقتين زيت على النار بالشكل ده. ادي كور البرجر اللحمة، وادي كور برجر الفراخ مستويين طبعا علشان نحشي بيهم النهارده خلية النحل اللي هنعملها بالعجينة السحرية، وهنعملها كمان على شكل شجرة. احنا مظبطين الدنيا وعاملين كده شجرتين لطاف، تعالوا بينا بقى ندهن وشهم عشان ندخلهم الفرن ياخدوا لون ويستووا، وبعدين نشوف احنا عملناهم ازاي. عشان دهان الوش احتاجت بيضة وعليها معلقتين كريمة او معلقتين حليب اللي متوفر عندنا. الكريمه بتدي لون رهيب ولمعه جميله جدا جدا للفطاير دي لو متوفره، مش متوفره عادي نحط معلقتين حليب. وتعالوا بينا بقى ندهن خليه النحل اللي احنا حشينها بعجينه البرجر او بالبرجر، بس عاملينه بقى كور صغننه كده علشان ايه نسويه ونحشيها وتبقى كور الخليه برضو مش كبيره. طبعا هي خمرانة مرة تانية، عجينتنا بتخمر مرة بعد العجن ومرة بعد التشكيل. احنا شكلنا وسبناها خمرت، وبعدين ادينا بندهن الوش بالبيضة اللي معاها معلقتين كريمة، وبعد كده هندخلها الفرن. الفرن بتاعي لازم يكون سخن جدا على درجة حرارة 220، والرف بتاعنا يبقى إلى حد ما قريب للأرضية، ونستنى بقى لما الخلية بتاعتنا تحمر من تحت أولع بقى الشواية من فوق. لو الفرن بتاعك بيشتغل فوق وتحت هتبقى حاجة حلوة جدا جدا، هتديكي نتيجة رائعة وهتخلي خلية النحل طالعة معاكي طرية ومش ناشفة. كده أنا دهنت كويس جدا واتأكدت إن أنا دهنت كل الكور. يلا بينا بقى اتاكد من الفرن بتاعي درجه حرارته تمام. هنزل بس الشبكه، خليها على الرف الاقرب للارضيه زي ما قلنا علشان تبقى درجه الحراره اعلى. بسم الله زي الفل. تعالوا بينا بقى ناخد خليه النحل بتاعتنا ونحطها علشان تستوي. بسم الله. عندنا 6 كوبايات من الدقيق منخول، هنحط الدقيق، هنحط الحليب البودر اللي هم 6 معالق، احط معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، والملح نص معلقه صغيره، وهقلبهم مع بعض كويس. بسم الله. طيب هننزل مع بعض، عندنا كوباية زبادي وعندنا 6 معالق كبار من المايونيز هحطهم، ومعانا كوباية من المية الدافية هنعجن بيها. نكمل مع بعض خلية النحل. تعالوا بينا يلا. احنا كنا حطينا الدقيق،
حطينا عليه الحليب البودر، قلنا 6 كوبايات دقيق، 6 معالق كبار من الحليب البودر، 6 معالق كبار من المايونيز، معلقه كبيره من الخميره، ومعلقه كبيره من السكر، نص معلقه صغيره من الملح، وعندنا كمان كوبايه زبادي وكوبايه ميه دافيه. في البدايه حطينا المواد الجافه كلها مع بعض وقلبناها كويس جدا، ضفنا بعد كده كوبايه الزبادي و6 معالق كبار من مايونيز وبدانا نعجن. كمان معانا كوبايه الميه الدافيه، هنبتدي ننزل بيها حبه بحبه لغايه ما العجينه تلم معانا ونعجنها مده ما تقلش عن 10 دقائق. يلا بينا. مظبوط جدا، وكوبايه الميه يا دوبك بالظبط، بس طبعا ده بيختلف من دقيق للتاني. زي ما انتم شايفين كده، بحب دايما اوريكم شكل العجينه بقى عامل ازاي. هي كده العجينه يا دوبك، بس هي المكونات اختلطت مع بعض، بس هي لسه ما اتعجنتش. لما هتتعجن هتلاقي كل التجزيعات وكل الحاجات النتوءات اللي موجوده فيها دي، وان هي كده مكرمشه وعامله زي البرتقانه كده الخشنه، كل ده بيروح مع كتر العجن. حته التلزيق برده اللي فيها، طبعا هي بتلزق لسه، التلزيق برده بيروح مع كتر العجن. هنعجن مده ما تقلش عن 10 دقائق لغايه ما ناخد عجينه كده تكون ملسه، تكون لينه في ايدينا، وتكون كمان ما بتلزقش في ايدينا. تمام، بعد ما هنعجنها 10 دقايق هحطها في بوله مدهونه بالزيت، وادهن وش العجينه كمان زيت خفيف خالص، وابتدي بعد كده اسيبها في مكان دافي تخمر كويس جدا ويتضاعف حجمها. زي ما انتم شايفين كده مالت البوله، فابتدي بقى ارفع ونكمل مع بعض خليه النحل. ومن الحاجات السهله والبسيطه قوي انك انت تعملي خليه نحل، حتى تشكيلها سهل وبسيط. بناخد قطعه من العجينه بعد ما خمرت. انا عايزه اوريكم الفرق، يعني بما ان معانا العجينه اهي ودي قدامنا اهي، تعالوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا فرق العجينه اللي اتعجنت كويس من العجينه اللي لسه ما اتعجنتش، باينه معانا. بصوا شايفين هنا القوام املس وهنا القوام خشن، واضحة جدا جدا. ولا هتلاقي عرق بقى ولا هتلاقي اي حاجة خالص، العجينة لسه بدري عليها علشان تشد معانا، وده بيحصل من كتر العجن، ودي حاجة مهمة جدا بتخلي المعجنات بتاعتك هايلة جدا جدا. تعالوا بينا بقى نبتدي نحشي. نعمل بقى كور كده، وهسيب بس مسافة صغننة خالص بما ان العجينة بتاعتنا لسه هتخمر مرة تانية فهيكبر حجمها. ونعمل تاني ونخلي بالنا من اللي في الفرن. انا كده شغاله بعمل كرات خليه النحل، ونبص على اللي في الفرن. يلا بينا. انا برضو هعملها على شكل شجره، بس من غير بقى قالب ولا حاجه. كده انا شغاله اعمل بقى الكور بتاعتي واطلعها على شكل هرمي، بحيث ان هي تاخد شكل شجره. دايما واحنا بنعمل خلية النحل بنرص جنب بعض، بس بنسيب مسافة صغيرة علشان لسه هتخمر الكور بتاعتنا، فنسيب لها مكان كده ايه تخمر فيه. نحشي بقى بالبرجر اللي احنا عملناه، عملنا منه كور صغننة خالص، فراخ ولحمة ومسويينهم. طبعا ما ينفعش في اي معجنات احط العجينة نية، لانها ما بتاخدش في الفرن حوالي 10 دقائق، فلو حطينا اللحم او الفراخ نيين مش هبقى ضامنه ان هم استووا. تمام، عاملين صف لحمه صف فراخ وهكذا لغايه ما نخلص. هايل جدا. ممكن نزود في القاعدة شوية. ده
الموضوع ولا اسهل من كده، الحشوات كمان ولا اسهل من كده. يعني تقدري دلوقتي على طول تقومي تعملي العجينه دي وتجهزيها، تبقى فطيره حلوه جدا للعشاء. الحشوه بقى تقدري تحطي فيها اي حاجه متوفره عندك في البيت، حتى لو بطاطس مهروسه بشويه بهارات وبصل متحمر والكلام ده كله وبقدونس، هتبقى طعمها حلو جدا. يعني اي حاجه متوفره عندنا في البيت ومش هنقول لا على حاجه، فالموضوع سهل وبسيط. والحشوه زي ما قلنا زي ما متوفر عندك في البيت. احنا النهارده بما ان عندنا برجر فاخدنا منه شويه وعملناهم كور وظبطنا الدنيا عليهم. شايفين احنا كده شغالين خلاص، بدأنا نوصل للقمه. دايما بنقول طالما عجينه فيها خميره وشكلناها لازم بعد التشكيل اسيبها تاني تخمر ويتضاعف حجمها علشان العجينه تفتح معانا وتبقى هشه ما تبقاش مكتومه. يعني بعد ما شكلتها كده ما اقدرش على طول ان انا ادهنها وادخلها الفرن وتطلع معايا مكتومه، مع انها كانت العجينه خمرانه والدنيا زي الفل وكل حاجه، بس لازم لازم نسيبها تخمر تاني بعد التشكيل. هو احنا كده معناش فواصل تاني مش كده؟ اوكي، عشان انتوا ضحكتوا عليا في الفصل وقلت لي معانا فاصل تاني. طيب انا عايزه بس ايه، قولوا معايا لو في طماطم شيري بره محتاجاها بسرعه. يلا، واخر واحده. هايل، تيجوا بقى نعمل جذع الشجره. عايزاكم تجربوا العجينه دي، اللي ما جربهاش بجد بجد فايته كتير جدا، حبيت افكركم بيها تمام عشان تعملوها. هي ما شاء الله حلوه جدا وتقدري تحشي بيها حلو وحادق براحتك خالص. ايه دي التشكيل بتاعنا على شكل شجره، باين خالص اهو. هنسيبها بقى تخمر كويس جدا جدا ويتضاعف حجمها تاني، وبعدين ندهنها بخليط الدهان اللي هو كان عباره عن بيضه ومعلقتين من الكريمه، وندخل فرن على درجة حرارة 220 على الرف الوسطاني. انا عايزة اقدم اللي معانا دول، هنقدمهم على ايه؟ ايه؟ كنا عايزين بلانشات او حاجة نقدم عليها. بسم الله، شكلها مش لطيف، عايزين حاجات نقدم عليها يا جماعة. شايفين على فكره الحاجات دي بتتباع عند محلات مستلزمات الحلواني فهتلاقوها بسهوله، ومن غيرهم احنا عملنا، انا قصدت ان انا اعمل من غيرها عشان لو مش متوفره عندنا يبقى الدنيا تمام. وايه دي البرجر بتاعنا، نحط فين بقى؟ عايزين تمام، بس احنا عايزين نفضي مكان بس كده. نحط البرجر الناحيه دي جنب اخواته. شايفين شكله ما شاء الله بجد، يعني شكله يفتح النفس هايل. نعمل كده شويه تزيين بسيط لخليه النحل بتاعتنا. دايما الاخضر والاحمر بقى لونهم حلو قوي، تحسهم كده مبهجين. هايل، تانية كمان، وبكده نبقى خلصنا وصفاتنا النهارده. زي ما انتم شايفين كده الحاجه شكلها مبهج وشكلها حلو قوي، وبطريقه سهله ولطيفه عملناها، ما اخدتش مننا ولا وقت ولا مجهود. هو يا دوبك العجينه بس، مجرد انت ما خمرتيها خلاص انتهى الموضوع، سهله في تشكيلها
ونتيجتها مضمونة جدا جدا. كده أنا خلصت. أنا مش هحطهم على حاجة، الدنيا كده تمام.